مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في استوديو الشارع. هنفضل دايما في استوديو الشارع، نسعى لبث الطاقات الايجابيه من خلال ابراز ما يتحقق من انجازات ملموسه على الارض. من الانجازات اللي تحققت خلال الفتره الماضيه انجازات في قطاع الصناعه، والحقيقه توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع الوزارات والهيئات المختصه بضروره تعميق التصنيع المحلي، توطين التكنولوجيا، وتعظيم شعار صنع في مصر. وخليني هنا اقول لحضراتكم انه الهدف الاساسي اللي القيادة السياسية بتشتغل عليه مع الحكومة هو امتلاك مصر للنوهاو، او امتلاك مصر لحق المعرفة. وهنا خليني اقول لحضراتكم الفرق. زمان يعني كان ممكن نجمع، يبقى في مصانع للتجميع، لكن امتلاك حق المعرفة هو ده اللي الدولة المصرية بتسعى ليه، وده في الكثير من المجالات، يعني من أبرزهم بالأكيد مدينة الدواء اللي شفناها خلال الفترة الماضية، وهو امتلاك مصر لحق المعرفة. الصناعة في مصر بتتقدم بشكل كبير جدا، واهتمام القيادة السياسية بالصناعة في مصر خلال الفترة الماضية واضح بشكل كبير. اهتمام هيحقق الكثير والكثير من الفوائد، ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفنا الدكتور هيثم جمال. لكن خليني اقول لحضراتكم قبل ما نذهب لفاصل، وهو عشان مصر تمتلك حق المعرفه ده شيء صعب جدا، وهو ده اللي الدوله بتشتغل عليه. وخليني اقول لحضراتكم كمان انه الكثير والكثير من الاجراءات بتحدث الفترة الماضية وستحدث خلال الفترة القادمة في قطاع الصناعة، كل ده لدعم الصناعة في مصر ودعم المصانع ودعم المصنعين المصريين. بالتأكيد امتلاك حق المعرفة أو النوهاو هدف أساسي بتسعى إليه الدولة خلال الفترة القادمة. استوديو الشارع يفضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما في استوديو الشارع نبض الشارع المصري. الصناعة المصرية خطوات راسخة وآفاق واعدة، ده عنوان حلقة النهاردة، وده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا الدكتور هيثم جمال، اقتصادي دولي بوزارة التجارة والصناعة والخبير الاقتصادي. مشرفنا ونورنا دكتور هيثم. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور هيثم، خلينا ابتدي مع حضرتك وأهمية ملف الصناعة في مصر. طبعا لما نتكلم عن الصناعة يعتبر الصناعة قاطرة التنمية. صحيح. لما نيجي نتكلم النهاردة عن الصناعة، النهاردة دولة بلا صناعة ليس لها وجود على مستوى تمثيل على مستوى العالم. لما نتكلم على الصناعة النهاردة، الصناعة لها دور مهم جدا لما يترتب عليه من آثار. لما نيجي نتكلم عن الصناعة يعني بنتكلم على خلق فرص عمل، يعني معناها النهاردة بنشئ النهاردة فرص عمل جديدة. النهاردة بيبقى عندي زيادة في معدلات الدخول للأفراد النهاردة اللي بتعمل في إطار الصناعة. النهاردة بيبقى عندي عملة صعبة تنتج عن طريق التصدير لما يتم انتاجه، يبقى اذا النهارده بنقدر اكتسبها وعمله صعبه بوفرها كمان ان انا ما بستوردش. بالظبط. يبقى النهارده بنتكلم عن الصناعه، الصناعه ليها دور مهم جدا في عمليه النهارده، سواء ان انا انشئ فرص عمل جديده، النهارده ان انا اعمل عمليات احلال للمنتجات المحليه النهارده اللي انا بيتم استيرادها من الخارج. النهارده بقى عندي توجه مهم جدا ان انا يبقى عندي صناعه. دوله بلا صناعه ليس لها وجود.
فبالتالي النهارده لما نتكلم على الصناعه هي دور مهم جدا، ده كله بينعكس على النشاط الاقتصادي، هينعكس على رفع معدلات النمو الاقتصاديه. يبقى النهارده لما يحصل عندي تغير في معدلات النمو ومعدلات النشاط الاقتصادي، كل ده بينعكس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي. يبقى اذا الصناعه ليها دور مهم جدا في المستوى، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. هكلم حضرتك بالتاكيد عن المشروعات الكبيره، لكن خليني اسال حضرتك عن دور المشروعات الصغيره والمتوسطه في الصناعه في مصر، خاصه انه الحقيقه المشروعات الصغيره والمتوسطه ليها دور كبير جدا، وهنا بتكلم عن الاقتصاد الرسمي يعني. طبعا لما بنتكلم النهارده على المشروعات الصغيره والمتوسطه يعتبر ده من اهم الادوار، لانها بتلعب دور مهم جدا للمشروعات الكبيره، لانها يعتبر وسيله مغذيه للمشروعات الكبيره. النهارده لما بنيجي نتكلم على صناعه لازم يبقى عندي النهارده المشروعات الصغيره والمتوسطه بتلعب دور مهم جدا النهارده. ليه؟ لان النهارده بتخدم على قطاع كبير من المشروعات الكبيره. النهارده لما بقى عندي مشروعات صغيره ومتوسطه النهارده بنيجي نتكلم على عمليه تجزئه الانتاج، فبالتالي النهارده يبقى في جزء مهم جدا بيلعبه القطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان هو بيبقى عندي فرص عمل اكتر، عندي النهاردة بيوفر جزء كبير للمشروعات الكبيرة كتكملة لعمليات الانتاج، لان عملية الانتاجية النهاردة ما ينفعش تبقى بالمشروعات الكبيرة بس. بالظبط. يعني لازم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليها دور كبير جدا في الشكل الكبير في المشروعات الكبيرة. ده بالتأكيد طبعا، لان النهاردة احنا بنتكلم على التكاملية في عملية الانتاج. النهارده مش مفيش مصنع ان هو هيشتغل من الالف الى الياء، لا، لازم النهارده يبقى في عندي تدخل للمشروعات الصغيره، ان انا اخد منتجات المشروعات الصغيره وابدا ادخلها في العمليه الانتاجيه للمشروعات. هنا بقى لازم اسال حضرتك دوركم كوزاره تجاره وصناعه ايه مع المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ طبعا النهارده احنا عندنا دور مهم جدا كوزاره الصناعه النهارده بصفه مستقله. بدا النهارده التركيز من قبل التوجيهات، من قبل القياده السياسيه النهارده بملف التصنيع زي ما حضرتك وضحت في بدايه الحلقه. فبدأ النهارده يبقى في عندنا خطه لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه. النهارده بدأنا ان احنا نفكر في توفير اراضي النهارده للمشروعات الصغيره والمتوسطه داخل المناطق الصناعيه. احنا دايما بيبقى عندنا المناطق الصناعيه بنبدا ان احنا نزود حجم المشروعات اللي بداخل الوحدات المناطق الصناعيه. فبالتالي النهارده عندي مثلا مصنع عايز مثلا 500 متر، عايز مثلا 1000 متر، فبالتالي دوت عشان هو بيكمل العمليه الانتاجيه. فبدانا النهارده من اولى الخطوات مع قدوم سياده الفريق كان وزير النهارده، وهو بيدعم الملف في المناطق الصناعيه، ان احنا بدانا ان احنا نوفر النهارده، نسعى جاهدين لتوفير مساحات للمشروعات الصغيره والمتوسطه. ايضا النهارده بنتكلم على التمويل. النهارده بقى في تمويل حامل النهارده حوالي 150 مليون جنيه تم توفيره ايضا بالتنسيق طبعا مع البنك المركزي، علشان النهارده بقى عندي فرصه للتمويل النهارده المشروعات الصغيره والمتوسطه علشان تستمر في العمليه الانتاجيه. اهتمام وزاره الصناعه بشكل كبير للمشروعات الصغيره والمتوسطه شايفينها خلال الفتره الماضيه، لكن عايز اكد على حضرتك ضروره دخول بعض المشروعات الصغيره تحديدا الى الاقتصاد الرسمي شيء مهم جدا. وهنا خلينا نعرف المشاهد الفرق بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير الرسمي. الاقتصاد الرسمي اللي هم عندهم بطاقه ضريبيه وسجل تجاري والدوله شايفاهم، الاقتصاد غير الرسمي اللي هم بيشتغلوا من غير هذا الشيء، مش كده؟ تمام. ضروره انه وزاره الصناعه، هو ده دور طبعا اصيل اكيد لوزاره الماليه، لكن ضرور اهتمام وزاره الصناعه ان كل المشروعات الصغيره دي تبقى داخل الاقتصاد الرسمي. هو دايما من مصلحه النهارده سواء المشروع الصغير او المتوسط ان هو يبقى ليه عنده كيان رسمي ان هو يتعامل من خلاله، لان ده بيضمن له مجموعه من الحقوق. لان النهارده لو هو عنده فكره تصديريه، لان هو هيبدا كمشروع صغير ممكن يبقى فيه بعض مثلا اللي هي صناعه الكليم. فبالتالي النهارده ما نلاقيش المشروعات الكبيره هي اللي بتشتغل في هذه الصناعه. فبالتالي النهارده عشان اتوجه للتصدير يبقى النهارده لازم يبدا بالظبط المستورد الخارجي النهارده بيبدا يلزمني ببعض الاجراءات او بعض الاشتراطات اللي هو بيشترطها. فبالتالي انا لو لم اكن داخل الاطار الرسمي فبالتالي مش هقدر ان انا اوصل للاسواق الخارجيه. فدي نقطة مهمة جدا ان احنا بنتكلم النهارده، لو انا طالما انا بعمل في مظلة القطاع الرسمي، حتى لو انا شايف النهارده في تكاليف، التكاليف او الاعباء اللي انا هبقى التي اتحملها خارج الاطار الرسمي هيبقى اكبر،
لان النهارده بقى عندي في مشاكل اقدم اخرى ممكن تواجهني لو انا مش في الاطار الرسمي للدوله. عايز اسال حضرتك عن الحقيقه الكثير من القرارات الصادره من وزاره الصناعه خلال الفتره الماضيه، وان من ابرزها الحقيقه موضوع لجان التفتيش. يعني كنا زمان بنشوف ان ممكن تطلع لجنه من جهه ما تقفل مصنع. قرار السيد وزير الصناعه انه لا، بقى في لجنه موحدة بتطلع فيها أكتر من جهة، هي دي المنوطة بالتفتيش على المصانع، وده بالتأكيد هيقلل من فكرة إغلاق المصانع. هي طبعا دي خطوة مهمة جدا، ودي نالت إعجاب كثير من المستثمرين. صحيح. والنهاردة أصحاب المصانع النهاردة شافوا الخطوة دي خطوة إيجابية جدا. النهاردة بقى عندي النهاردة مش مجرد أن واحد شخص هو اللي أو جهة ممثلة مثلا هي اللي هتقوم بإغلاق المصنع مباشرة لبعض التجاوزات، لا، أنا النهاردة بقى عندي لجنة مشكلة من جهات مختلفة، واللجنة دي بتبدأ تدي فرصة تمهيدية للشركات أو مهلة لإعادة ترتيب الوضع مرة أخرى. فبالتالي النهاردة لأنه مش هتسبب في غلق مصنع، لأن غلق مصنع النهاردة بيترتب عليه مشاكل كثيرة. أولا عند النهاردة بيبقى فيه مشاكل من قبل العمالة والتوظيف، وطبعا احنا الدولة النهاردة بتستهدف زيادة معدلات فرص التشغيل. فبالتالي النهاردة لو أنا خدت قرار منفرد من جهة معينة لعدم توافر اشتراطات معينة، فبالتالي أنا سببت خسائر للاقتصاد. كمان النهاردة لو دوت بيعمل في الإطار الرسمي طبعا وده أكيد، فيبقى النهاردة عملت خسائر على مستوى دافعي الضرائب للدولة، فبالتالي النهاردة في مشاكل تانية بتواجهني. فبالتالي النهاردة القرار بدأنا ننظر ليه بعين الاعتبار ان احنا بقى عندي جماعية في اتخاذ القرار. يبقى انا عندي الجهات اللي هي دي لا يجوز حتى ان الجهة تنزل منفردة، لا ده لازم بتشكيل باللجنة كلها والممثلين اللي تم طبعا اختيارهم من قبل سيادة الفريق كامل الوزير. في دور مهم جدا لوزارة الصناعة خلال الفترة الماضية، وهو إعادة فتح بعض المصانع اللي تم غلقها خلال سنوات ماضية. شغل مهم جدا ودور مهم جدا لوزارة الصناعة خلال الفترة القادمة. خلينا حضرتك تكلمني فيه، انه ازاي نستعيد من جديد فتح المصانع المغلقة. طبعا احنا بنتكلم النهارده عن المصانع المغلقه دي، طبعا دي بقى بالنسبه لنا هي مشكله على الاقتصاد القومي. صحيح. لان النهارده انا بقى عندي مصنع موجود، المصنع دوت ممكن ينقصه حاجه معينه او ان هو في حاجه تعيق عمليه الانتاج. فبالتالي انا تدخلي النهارده كدوله ان انا اعمل له دعم للمصانع المغلقه النهارده، فدي بيبقى فكره كويسه ان انا ببدا اعيد حركه النشاط الاقتصادي مره ثانيه في الاقتصاد. والنهارده عجله الانتاج بتبدا تتغير معايا، وببدا النهارده اوظف فرص عمل جديده. فبالتالي النهارده لما استرعي هذا الملف، وده كان بيسترعي فكر القياده السياسيه النهارده طبعا مع المراحل اللي مر بيها. النهارده كان القياده السياسيه بتدعو ان احنا نعمل بنيه تحتيه جيده، وده كان الهدف الاولي. النهارده بعد ما بدانا نعمل بنيه تحتيه، المفروض بقى البنيه التحتيه بتخدم على ما سيتم تنفيذه في الفتره. صحيح. القادمه. فبالتالي النهارده لما نتكلم على الملف النهارده الملف المصانع المغلقه وتوجه الدوله ان احنا نبدا نعمل حصر للمصانع المغلقه، نشوف ايه المشاكل اللي بتتعلق بها. وده كان حتى كان في طبعا دور مهم برضو مع النهارده فكره ان احنا نعيد بناء لما تم اغلاقه ونعمل له مساندات النهارده. فدي كان خطوه مهمه جدا على الملفات المطروحه من قبل سياده الفريق كامل الوزير. عايز اسال حضرتك كمان عن اصرار القياده السياسيه عن امتلاك مصر للنهى او حق المعرفه. ما بقاش زي زمان فكره ان احنا عندنا مصنع بنجمع فيه بعض المنتجات ويبقى هو ده المصنع، لا احنا عايزين او النهارده بقينا فكرنا الاساسي هو امتلاك حق المعرفه. طبعا لما بنتكلم النهارده على حق المعرفه دي دور مهم جدا لاي دوله النهارده، وده بينعكس على ملف اخر مرتبط بيه، ملف التعليم. النهارده لما احنا بنتكلم على الاهتمام بحق المعرفه ان انت هتمتلك دايما، حتى الدول المتقدمه بما تحوزه من افكار جديده وابتكارات جديده بيمثل لها هي نقطه انطلاقها على الاقتصاد بتاعها. فبالتالي النهارده بيبدا يغير خريطه الاقتصاد. فمن يملك حق المعرفه يستطيع النهارده ان هو يبدا يكون له تصنيف وضمن الاقتصاديات اللي موجوده.
فبالتالي احنا بدانا النهارده ندعم الشراكات، ومع اصدقائنا من الدول النهارده بدانا ان احنا نبحث سبل جديده للحصول على حق المعرفه. فبالتالي النهارده بنجذب النهارده مصانع جديده، ان احنا بدانا نطرح فكر، ان احنا بدانا مش ان انا مجرد ان انا اخد بس حق المعرفه، لا، المفروض ان انا بستجلب المصانع، ان انا النهارده ببقى عندي ادخل في شراكات مع الدول الصديقه طبعا علشان افتح مشروعات جديده. فبالتالي هيتم نقل المعرفه، لان مفيش حد بيدي المعرفه مجانا. صحيح. فالتالي مش هيبقى مستفيد من ده يعني. بالظبط. لكن انا النهارده لما ببقى عندي الجانب السياسي اللي انا بكمله وعلاقتي مع الدول، فده بيدعمني في ملف حق امتلاك حق المعرفه. فبالتالي لما امتلك حق المعرفه لصناعات معينه النهارده، بتكلم على صناعات الدوائيه زي ما حضرتك اشرت، بتكلم النهارده في ملف الطاقه المتجدده النهارده والطاقه الجديده النهارده والالواح، وبتكلم النهارده على استراتيجيه مصر لما في امتلاك السياره الكهربائيه النهارده على 25. طبعا كانت تصريحات معالي دوله رئيس الوزراء النهارده بقى على بدايه 25 هيبقى عندي امتلاك السياره النهارده، وتم تصنيع السياره الكهربائيه. فبالتالي النهارده دي خطوه مهمه جدا مع الاستفاده من علاقتنا مع الدول الصديقه. دكتور هيثم، بالتاكيد كل قطاع فيه معوقات، ايه ابرز المعوقات في قطاع الصناعه؟ طبعا لما بنتكلم على قطاع الصناعه، طبعا اهم المعوقات اللي ممكن تواجه قطاع الصناعه هي ضعف الانتاجيه لدى العامل. دي مشكله كبيره جدا، ان احنا النهارده بنقارن ما بين انتاجيه العامل والهدر اللي ممكن يترتب على العمليه الانتاجيه. عندي مشكله ثانيه، الماده الخام، احنا خاصه ان احنا بيتم استيراد مواد خام من الخارج، فبدانا النهارده نعيد بناء المنزل من الداخل. بدانا النهارده نفكر في تخصيص، نبص نفكر ايه المنتجات اللي احنا ممكن نصنعها محليا. النهارده ممكن تم تحديد حوالي 152 منتج ممكن ان انا اصنعهم محليا. فبالتالي النهارده بدات فرصه جديده ان انا اعمق الانتاج المحلي، وبالتالي النهارده يبقى بتعظم من دور الدوله في الاستفاده من توفير العمله الصعبه. التشريعات الاقتصاديه دكتور هيثم ودورها في ملف الصناعه بالتاكيد دور مهم جدا. شايف حضرتك التشريعات الاقتصاديه واللي المفروض الدور الكبير اللي بتقوم بيه لتسهيل الامور امام المصنعين في مصر؟ طبعا الاجراءات التشريعيه ده دور مهم جدا لا يمكن ان احنا نغفله. لما بنيجي نتكلم على صناعه بنتكلم على بيئه متكامله، بتكلم عن الجانب الاجرائي، بتكلم على الجانب القانوني، لان النهارده المستثمر وهو جاي يستثمر عندنا مثلا، فبقى عارف هو جاي ايه الاجراءات اللي المفروض هيتبعها. فبالتالي كلما زادت الاجراءات كلما حدث تعثر ونفور لدى المستثمر. فبالتالي النهارده بدانا نفكر ان احنا نسهل الاجراءات على المستثمر لجذب مزيد من الاستثمارات. فبدانا النهارده عمليه اطلاق المنصه الرقميه الصناعيه. فبالتالي النهارده المنصه دي بيبقى دورها ايه؟ ان انا اوفر للمستثمر كل ما يحتاجه من اول المناطق الصناعيه المتاحه، الاماكن اللي هو ممكن ينزل ليستثمر فيها، الاجراءات اللي ممكن ينتهي منها، وبدات النهارده الجانب الالكتروني. فبالتالي ده تيسيرا على المستثمر، لان النهارده هدف مهم جدا. حتى احنا ممكن شاهدنا الفريق كامل ان هو كان في احد اللقاءات دايما في هيئه التنميه الصناعيه، والمستثمر اللي التقى بيه وكان تسهيلا للاجراءات وتسريعا للاجراءات. فبالتالي النهارده تعامل مع المستثمر وسهل الاجراءات مع المستثمر، وده كانت خطوه مهمه جدا ان احنا نعظم من الاستفاده من كل مستثمر داخلي سواء محلي او مستثمر اجنبي. بنتكلم كمان على الرخص الذهبيه، ان احنا النهارده بدانا في حق تم منح 6 رخص ذهبيه. النهارده بدات ان انا ادي فكره للنهارده يعني عن الرخصه الذهبيه دي، ان انا بقول المشروع ان اسهل له الاجراءات من مكان واحد، من اول بدايه من قرار التشغيل والموافقات حتى ادارته للمشروع بتاعه. فبالتالي النهارده بقى عندي تيسيرا لكل مستثمر ممكن يتواجد على ارض مصر. ما هي المميزات اللي بيحصل عليها حامل الرخصه الذهبيه؟ طبعا هو النهارده بيديني النهارده توفير الاراضي بالنسبه له، النهارده بيبقى عنده توفير، النهارده بقى عنده دعم في من قبل الدوله، او النهارده عنده ميزه في الاعفاءات الضريبيه، عنده النهارده عمليه التشغيل كلها من اول ما يبدا ياخد الرخصه النهارده بيبقى عنده تيسير للتشغيل، اللي عنده اعفاءات النهارده، فدي كلها بيتم منحها لمن يحصل على الرخصه الذهبيه. دكتور هيثم، محتاجين ايه في ملف الصناعه عشان
يعني نشوف في مصر الكثير والكثير من المصانع اللي بتقوم بالإنتاج الحقيقي واللي بتمتلك حق المعرفة أو بتمتلك النهاو، مش بس مجرد تجميع. هو محتاجين يكون في عندنا انتماء. هو ده الفكرة، ان انا ممكن دايما في بعض الرجال الاعمال يبقى عنده فكرة لا انا في عندي مشاكل، اي مكان في اي دولة ما بيبقى عنده نسبة من العراقيل، مش هنقول ما فيش مكان لا في، بس ازاي ان احنا نسهل العراقيل دي علشان نتيح الفرصة. فبالتالي احنا بنجتهد ان احنا نزيل العراقيل اللي بتواجه المستثمرين. النهاردة بيبقى عندك ميزة ان انت تيجي تمتلك في دولة، ان انت بيبقى عندك صناعة محلية. الصناعة المحلية النهاردة يبقى هي القناة بتاعتك للتصدير الخارجي، لأن النهاردة التصدير أصبح يعني فكرة النهاردة متميزة جدا لكل من يفكر أن يحصل على العملة الصعبة، وفي نفس الوقت على من يحصل على زيادة في ثرواته. لأن النهاردة من ننظر إلى فرق سعر الصرف طبعا، فدي بيدينا ميزة إن أنا أصدر. هو الميزة في دايما الميزة للتصدير، لكن إحنا كقرار استيراد هيبقى القرار مكلف بالنسبة لنا. ازاي ان انا استفيد من ميزه سعر الصرف حتى من الاعباء اللي احنا تحملناها من سعر الصرف، ولكن دايما احنا بنقول ان دي بقت فرصه جيده جدا للمصدرين. فبالتالي ده في خطه من الدوله، يعني بالذات كمان السلع ال 152 سلعه، مش كده مظبوط؟ تمام حضرتك. ان احنا نقلل من هذه السلع اللي بنقوم باستيرادها. ما دي الخطوة المهمة بقى، ان احنا دايما بنشوف ان احنا عندنا منتجات ممكن ان انا اصنعها محليا، مش محتاج ان انا استوردها، لان ممكن قيمة الاستيراد بتاعتها ولو كانت صغيرة لما نيجي نجمعها كلها مع 152 سنة 152 سنة نلاقي النهاردة الكمية بالمليارات. يعني احنا ممكن لما انا انتجها محليا، حتى لو انا بستورد نسبة المكون الخارجي، يعني هو حتى ان دايما لما احنا في امكانيه دكتور هيثم لتصنيع ال 152 سلعه دي لو انا عندي اراده. هي دي مشكلتنا، احنا مشكلتنا دايما في الاراده، ان احنا يبقى عندنا اراده. دايما احنا بنتكلم على دور مهم ان احنا يبقى في عندنا خلاص بقى لازم يبقى عنده الاراده اللي حضرتك بتتكلم عليها. والدوله يعني احنا لازم التوجهين، احنا مش هيبقى عندي جزء مزاحمه للقطاع الخاص، لا بل بالعكس النهارده بقى عندي في توجه مهم جدا ان الدوله بدات تعطي الدور المهم للقطاع الخاص. لان ما ينفعش ان الدوله تقوم بكل حاجه، يعني ما ينفعش ان انا امتلك كل الصناعات وامتلك كل الاسواق، لازم ادي فرصه للقطاع الخاص ان هو يشتغل واديله فرصه. فده تم ان هو بدات ان انا اعظم من دور القطاع الخاص. النهارده يحس القطاع الخاص عايز رساله طمانينه، ان هو يبقى عنده يشتغل في بيئه متناغمه اقتصاديا، يبقى عنده في استقرار. عندنا كان القرار بتاع الحوافز الضريبيه والتسهيلات الضريبيه اللي هو كان مضى عليه كام يوم مثلا، فده كان علشان يشجع الاستثمار ليه، لان النهارده بقى التوجه واحد، عندي ملف الاستثمار وملف الصناعه، فازاي ان احنا نشتغل على الملفين دول بقوه وان هو يحقق التارجت اللي احنا عايزين نوصل له. لازم يكون في زي ما حضرتك قلت في تناغم وتعاون بين جميع الوزارات، هنلاقي بين وزارة الصناعة وبين وزارة المالية، لأن حضرتك ذكرت شيء مهم جدا هو أنه وزارة المالية قالت خلاص مش عايزين نزاعات، وأكيد من ضمنهم نزاعات ضريبية، وبالتأكيد منهم كان بعض المصانع أنه هنبتدي من أول وجديد. شايف حضرتك أنه ده شيء بيحفز أصحاب المصانع أنهم يعودوا من جديد ويشتغل يعملوا بقوة في فتح هذه المصانع وزيادة الإنتاج؟ ده بالتاكيد طبعا، لان النهارده احنا زمان كان نقول راس المال جبان. فالنهارده اي مستثمر بيجي لازم عنده اول حاجه يبقى عنده استقرار في التشريعات والقوانين الاقتصاديه والقانونيه، علشان ابقى عارف الفلوس بتاعتي هتدخل، وعندي النهارده لما اجي اخرجها بقى عندي سهوله في الخروج. النهارده لو دي مش متاحه بالنسبه لي هيبقى عندي مشكله، لان النهارده المستثمر بيجي عارف ان عملته هتخرج بالدولار، فلازم النهارده ان انا اعرف اشتغل لزياده الدولار. زياده الدولار النهارده بالانتاج، مش النهارده لا، النهارده بقى عندي زياده دولار بالانتاج، وده بيرجع ان انا بقى عندي تصنيع، فبالتالي عندي تصدير، فبالتالي ان انا اعتمد النصيب الاكبر على الانتاج. وده الحقيقه حاصل الفتره الماضيه، انه توفير كبير للعمله الاجنبيه، و شغل الحقيقة أكثر من رائع في وزارة الصناعة على إعادة المصانع ومساندة أصحاب المصانع. وهنا هيبقى ده سؤالي، شايف أن وزارة الصناعة بتعمل بشكل كبير خلال الفترة الماضية على دعم أصحاب المصانع؟
هو ده طبعا احنا بيبقى فيه دور مهم جدا للوزارة، ان هي بيبقى عندها الهدف الاسمى ان هي تخدم على مصلحة المستثمر، لان المستثمر اللي جاي ده صحيح. انا مش محتاج ان انا اطفشه، لا انا محتاج النهاردة ليه؟ لانه بيوفر لي فرصة عمل، فبالتالي انا لازم احتوي المستثمر اللي جاي وان انا اسعى لحل مشاكله. طبعا احنا عندنا مشاكل، محدش بيستطيع الانكار ان في مشاكل، وفي مشاكل بتواجه المستثمرين. بالتالي النهارده بنبدا ان احنا نسعى مع بعض ان احنا نحل المشاكل. فطبعا كل المشاكل ما بتتحلش في اطار واحد، ولكن بيتم الاخذ بصوره سريعه جدا وتلبيه حل المشاكل اللي بتواجهنا من قبل المستثمرين. فاحنا في بيبقى في اجراءات بيتم اتخاذها، ولما بيبقى في فرصه ان تتاح لمستثمر ان احنا نحل مشاكله اكيد ما بيبقاش فيه تاخر، لان ده بيترتب عليه مصلحه للدوله بصوره كامله مش لمصلحه المستثمر بس. فانا من مصلحتي ان انا كوزاره ان انا بحل استقبل المستثمر، احاول ان انا اشوف المشاكل اللي بتواجهه، اشوف لو في مشاكل مع جهات اخرى، بان انا بيبقى في عندي بفتح قنوات اتصال مع الوزارات الاخرى علشان ابدا احل له مشكلته، وبالتالي ان انا ببدا ارد عليه في المشاكل اللي بتواجهه، مش مجرد ان انا باخد مشكلته، لا بقى عندنا اداره في وزاره الصناعه، اداره متعلقه بحل مشاكل المستثمرين. فدي طبعا دي خطوه مهمه جدا، اداره كامله يا دكتور هيثم. بالظبط. فدي كل دورها حل المشكلات، تستقبل المستثمر وتسمع ايه المشاكل اللي بتواجهه، بيتم تفنيد الشكاوى ويتم فرزها ويتم توجيهها للجهات التابعه المختصه بها، وطبعا بيبقى يتم التنسيق مع الجهات دي ومتابعه الملف للمتعلق بالمستثمر والشكوى بتاعته اللي هو بيقدمها في الوزاره. الاداره دي اداره حديثه وقايمه بدورها بشكل دي لسه اداره مستحدثه من قبل الفريق كامل الوزير. يعني طيب خلينا نتكلم في الاداره دي وايه الدور اللي بتقوم بيه بشكل اكبر، بتبتدي مع المستثمر من اول ايه، مكمله معاه لغايه انهي مرحله؟ طبعا احنا بنتكلم النهارده بيبقى عندي الاداره دي بيبقى دورها ان ابدا كل مشاكل المستثمر دايما بتتوجه لاداره المناطق الصناعيه، دايما هيئه التنميه الصناعيه. فكل المستثمر اللي جاي ان هو عايز تخصيص لقطعه ارض معينه، عايز في كذا، فده كلها بيبقى المشاكل دي. فببدا النهارده بشوف المستثمر اللي جاي، بشوف ايه المشكله بتاعته اللي بتواجهه، بستقبله وابدا اشوف لو هي مشكله متعلقه بهيئه التنميه الصناعيه وتخصيص اراضي، ابدا اشوف ارجع لهيئه التنميه الصناعيه، ابدا اشوف النهارده وضعها ايه بالظبط مع الشكوى المحققه ديت. هي الاداره دي هي اللي بتتعاون مع الوزارات المختلفه. بالظبط، وهي دي اللي بيبقى عندي الربط ما بين الجهات التابعه، لان انا كوزاره صناعه في عندي جهات تابعه، هيئه التنميه الصناعيه في اجهزه مختلفه، فهيئه المصلحه الرقابيه، فكل دي جهات تابعه للوزاره. فبالتالي انا ببدا ان انا اشوف النهارده المشكله واي جهه هي اللي هتبقى المسؤوله، وابدا اتابع معاها وابدا اسعى لحل المشكله اللي بتواجه المستثمر، لان انا زي ما قلنا احنا مش عايزين نطفش مستثمرين، احنا عايزين مزيد من الاستثمارات. عايزين مزيد من الاستثمارات، لان دوت هو الخطوه كمان المهمه لينا، واستثمارات انتاجيه، مش مجرد ان انا مثلا استثمارات في اموال ساخنه زي البورصه احقق مكاسب واخرج، لا انا عايز انتاج فعلي، يبقى عندي نشاط فعلي. فبالتالي انا المستثمر مش النهارده، لا احنا بنتكلم على في مستثمرين كان في عندنا مشاكل وبدانا يتوجه برضو في عندنا في اداره متعلقه بشؤون الصناعه في بتتعاون برضو مع المستثمرين لحل المشاكل اللي بتواجههم. دكتور هيثم، يعني اهتمام القياده السياسيه بضروره توطين الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار صنع في مصر، في 30 ثانية حضرتك تقول ايه عن اهتمام القيادة السياسية بالصناعة في مصر؟ هو احنا بدأنا نتحرك بصورة ايجابية جدا ان احنا نعيد الملف الصناعي مرة اخرى على السطح. دايما كان لما كان الاهتمام بجانب التجارة او جانب، لازم يبقى فيه اتجاهين متحركين مع بعض. انا هبدأ بجانب الصناعة، ينطلق بعض الجانب التجاري علشان جانب التصدير، ما ينفعش ان انا ابدا بتجاره فيبقى كله استيراد، فبالتالي الجانب الصناعي هيبقى مهمل جدا. احنا لاحظنا في بعد الاستفاده من تعظيم البنيه التحتيه اللي تم انشاء في الفتره الاخيره، يبقى بالتالي النهارده يخدم على انشاء مصانع. فاحنا النهارده بدانا حطينا اولى خطوات رجلينا على الطريق ان احنا نرفع شان الصناعه ونعيد الصناعه مره ثانيه. احنا الملف محتاج مجهود ومحتاج شغل كتير جدا ومحتاج وقت، فده كله بس احنا بدأنا نفكر في الاتجاه الصحيح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور هيثم جمال، اقتصادي دولي بوزارة الصناعة والخبير الاقتصادي، شرفتنا ونورتنا. شكرا لحضرتك مجدي. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، بالتأكيد
تعظيم شعار صنع في مصر وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، كل دي توجيهات القيادة السياسية لوزارة الصناعة وجميع الهيئات الخاصة بالصناعة. امتلاك النهاو وامتلاك حق المعرفة شيء أصيل بتسعى إليه الدولة المصرية خلال الفترة القادمة لتعظيم شعار صنع في مصر. استوديو الشارع هفضل شعاره دايما دايما، مصر تنطلق، نفضل دايما استوديو الشارع، نبض الشارع المصري.